ولد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في 27 من سبتمبر لعام 1940، هو ولي عهد دولة الكويت، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح من زوجته مريم مريط الحويلة. درس في كلية هندن للشرطة في بريطانيا وتخرج فيها عام 1960. التحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة برتبة عقيد في عام 1967 حتى عام 1980. عينه سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح عام 1977 رئيسا لديوانية شعراء النبط، وأصدر أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا عام 2004 بتعيينه نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير. الشيخ مشعل الأحمد متزوج من الشيخة نورية صباح سالم الصباحة ومنيرة بداح المطيري، ولديه من الأبناء الشيخة محاسن والشيخة مكارم والشيخة مفاتن والشيخة شيخة والشيخة هلا والشيخة نوف والشيخ أحمد والشيخ طلال والشيخة بيبي والشيخ فهد والشيخ جابر والشيخ علي. عرف عن الشيخ مشعل الذي يهوى القنص والرحلات البرية بعده عن النشاط السياسي والصراعات بين أقطاب الأسرة الحاكمة على مدار السنوات الماضية. في عهده تأسست إدارة أمن الدولة التي وضع أسسها وآلية عملها والقواعد المنظمة لها. عين نائبا لرئيس الحرس الوطني في يناير كانون الثاني 2004، ويشهد له بتحقيق قفزات متميزة وإنجازات في تطوير المعسكرات والمرافق الحيوية لهذا الجهاز الحساس. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.